شفتي اذا مشاهدي قناه شفتي مرحبا بكم في هذا البث المباشر بضبط مدينه الدار البيضاء. مكتبه معنا مشاهدي الكرام، لازال الامن متواجد بجنبات السوق ديال لافيراي اللي تحرق بالامس فتره متاخره من الليل. الله يعوض هاد الناس هادو، يعني خسائر ماديه كبيره وكبيره بزاف. يعني كيف ما كتشوفوا معنا رجال الامن مازال يتواجدوا هنا بجنبات هاد لافيراي، خسائر كبيره. خسائر كبيرة لحقات في هذا المنطقة. خش ما يحلش اليوم مجموعة من المحلات اللي تحرقوا. الله يعوض الناس هادو، الله يعوضهم، الله يعوضهم. كيفما كتشوفو معنا مشاهدي الكرام، هادي لافيراي اللي شعلت فيها العافية بالأمس، حريق مهول شب في هاد المنطقة هادي. شوف معنا المحل مشا كامل، المحل الآخر حاضرة. دنا كيف ما كتبوا معنا مشاهدي الكرام، حريق بالامس شعل في لافيراي ديال منطقة الحي حسني. كيف ما كتشوفوا معنا خسائر مادية كبيرة لحقات في هذه المنطقة هذه. شوفوا معنا الناس تفحموا لهم المحلات ديالهم. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام، تواجد عناصر الامن المشكورين والقوات المساعده الحدود الساعه هنا بجنبات هذا السوق هذا. كما كتشوفوا معنا رجال الامن متواجدين. الله يعوض الناس. مجموعة من المحلات تحب شوف شوف كل محل ها الله يعوضهم خير، الله يعوضهم، الله يعوضهم، الله يعوضهم، الله يعوضهم. خسائر مادية كبيرة. رجال الأمن في وقت متأخر كيتواجدوا هنايا من الأمس، هما كيتواجدوا هنا. رجال الوقاية المدنية حضروا على وجه السرعة ما أنش السيطرة على الحريق، ولكن كانت تسمع التفرقع. المحلات اللي شعلات فيهم العافيه، نحاولوا اننا نمشي نتكلموا معاهم وندوا معاهم. مشاهدينا الكرام، كل اللي ضاع
لا اله الا الله محمد رسول الله. مجموعه من المحلات تحرقوا، ماشي واحد ولا جوج، مجموعه من المحلات. مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم على منطقه كونفبت مباشره ان شاء الله من نفس المنطقه. الى اللقاء.